الثاني هدف يبعثر أوراق المجموعة. تسديدة في اتجاه المرمى، الكرة داخل الشباك. فرصة خطيرة، لعبة جميلة، تسديدة أجمل. الله على روعة الهدف. الكرة لديه الفرصة، فرصة للتسديد. هدف آخر، مباراة في جانب واحد هذا اليوم. مواجهة مرتقبة منتظرة، قمة كبيرة، كل شيء أصبح جاهز من أجل مباراة ممتعة هذا اليوم. أي أجواء في مباراة اليوم، أي حضور جماهيري كبير. نأمل أن نشاهد مباراة ممتعة، بالذات أنه الطقس اليوم رائع والسماء صافية. كل شيء أصبح جاهز، جو كورة يا جماعة، ومباراة منتظرة يا جماعة. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وغير عادي. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير، لأن المباراة بدأت للتو. في المباراة الأولى من مرحلة الإياب، من سيحقق الفوز ومن سيعاني هذا اليوم؟ يلعب كرة طولية، باري. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ لمسة يحاول أن يسدد الكرة من هنا، يستعيد الكرة مرة أخرى، محاولة تمرير كرة. كرة طولية إلى الأمام، الله، كرة جميلة، تسديدة من أول لمسة. ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، تسديدة قوية لكنها لم تشكل خطر، لم تؤذي حارس المرمى. مثل هذه الكرات يرتاح منها الحارس بالتأكيد. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يلعب العرضية، بإمكانه إبعاد الكرة. تغيير اللعب على الأجناب، يلعب كرة بينية، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. الآن فرصتهم للمرتدة، تحرك بقوة هائلة، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يحتسب الحكم ركلة حرة. ينجح في إبعاد الكرة، ينطلق بمجهود فردي، والتسديد. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. كرة إلى الأمام، كرة ملعوبة إلى زيدان،
يتعثر ويفقد توازنه. فرصة خطيرة، لعبة جميلة، تسديدة أجمل، الله على روعة الهدف. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. ويست بروميتش يسجل الهدف الأول للمباراة، تقدم مستحق. وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. إيقاع عالي جدا، قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم، تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية في هذا اللقاء، وأيضا تألق كبير أمام المرمى. تستأنف المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني. هدف يبعثر أوراق المجموعة، تسديدة في اتجاه المرمى، الكرة داخل الشباك. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين، بالتأكيد أنهم سيحاولون فرض المزيد من السيطرة، من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. زيدان يلعب كرة طويلة، كرة جميلة، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. يا له من تصدي من حارس المرمى، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة، يلعبها طولية. ضغط قوي وينجح في استعادتها. لديه الفرصة، فرصة للتسديد. هدف آخر، مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. يا جماعة، الكرة اللي يلعبها تدرس، أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية، كل هذا فعله بطريقة تجعلنا بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا المستوى العالي. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. زيدان، يلعبها طولية، تلعب الكرة إلى الأمام، بينية إلى زيدان. ماذا بعد؟ يسدد الكرة، كان في موقع جيد حقا، اختار أن يتجاوز المدافعين، توغل خطير جدا بمهارة عالية. عدت الكرة، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة.
قد تكون هذه فرصتهم. يلعبها ببراعة. يا له من تألق ويا له من حارس مرمى. لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة. أدركوا صعوبة القيام بذلك. يمر ويلعب كرة بينية. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. يحاول أن يلعب كرة بينية. فاتت ومرت وصلت إليه. تسديدة وكرة في اتجاه المرمى. جول. يلعبون مباراة غير عادية في هذا اليوم. ما هذا الأداء، ما هذه الكرة، ما هذه المتعة. يا عيني على هذه الكرة الجميلة اللي نستمتع فيها. هدف آخر يؤكد على قوتهم هذا اليوم، لا يمكن إيقافهم. فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. زيدان يفقد توازنه. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. قطع مسافة كبيرة بالكرة. ها هي التسديدة، الكرة الخط. محاولة تسديد أخرى. وضعت الكرة بعيدة جدا إلى وعلى جانب القائم الأيسر. ويست بروميتش يدفع بأوراق جديدة. يتم تغيير في هذه الأثناء. كرة طويلة للأمام. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. يلعب كرة طولية إلى الأمام. يلعبها إلى الحارس. وانتهى، انتهى، انتهى المشوار. فوز مستحق أظن في رأي